دافع على الإرث الجزائري والتراث الجزائري. هنا حصة خاصة بمغنية خاصة بتلمسان، كده شفنا فيها البسطيلة المغنوية والتلمسان. No sé yo, esos tres yo creo que me los apunte mejor para un otro día, una otra cuina, porque hoy Laura, el que anem a fer, apunteu, es bastela, es un plat típic del Marroc. Aziz, Sinawen, m'qaddem lek. بالعربية الطارئة بتديك الصبانية قالت لك هاي 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 هذه كذبة باينة. اسم الله يبارك اللي جاتني من مغنية. مرحبا نوال. ألا واش وجدتينا اليوم؟ اليوم وجدت لكم الأخت نوال طبق الحريرة المغناوية. إيه؟ المغنية. الله يرضي عليك أشميشة، والله العظيم إلا خريتي خوتنا الجزائرية ولو تعرفوا يديروا البصيلة والحريرة ما شاء الله. كذلك الدجاج مدغمر بشكل رائع والحريرة المغناوية، صدقوني النكهة والريحة تاعها راه معبية المكان. حنا درنا كذلك طاجين محمر بالكرموس، وهنا الخبز يا عزيزتي، الخبز المغناوي الذي لا يعلى عليه. جلبها لنا مبعوث الهداف. الله يرضي عليك دوزيام، والله الا ربيتي الجيران، والله العظيم الا خليتيهم ولاو معلمين في الطياب. ولكن خوتي الجزائريه هذاك الشيء راه سا سي دي بلا ماروكان، سي لا غاسترونومي ماروكان ريكونو نو لو موند انتي، سا سا رين دو سانفونتي دي زيستوار. فوالا سيتي امبورتان لو بريسيزي. السلام عليكم ورحمه الله، سيتي ان بتيت فيديو رابيد جوست بور فار ان بتيت كلين دوي او فولور دو كولتور. Tentative de vol de culture.